يعتبر معرض كانتون المعروف أيضاً باسم معرض الاستيراد والتصدير الصيني أحد علامات الاتجاه للتجارة الخارجية للصين، وهو ليس فقط معرضاً للشركات الصينية بل أيضاً كرنفال للمشترين العالميين للبحث عن فرص تجارية. فواز من السعودية واحد منهم. 80 دولار. عام 2012 جاء إلى الصين وبدأ في تجارة البضائع بين الصين والسعودية، والمعرض هو أسرع قناة له لاختيار البضائع. بالنسبة للصين، الصين بلد عظيم منذ الصغر، ونحن نعرف أن الصين ما شاء الله نحن نعمل على استيراد الأكسسوارات، الجوالات، على المشين، بعض الأجهزة. أنا أول ما وصلت إلى المعرض لأول مرة كان المعرض أصغر من كذا، فكان سهل التنقل، يعني كان فيه A و B، أجنحة قليلة. الآن ما شاء الله يعني إحنا في قسم الـ A، لم يسعفنا الوقت حتى نتجول فيه، ما شاء الله من كبره، يعني أصبح المعرض حجمه مرتين على العهد السابق. نبحث عن فرص أخرى. سلام، أهلا وسهلا، الحمد لله بخير. شياو تسونشي شريك فواز في الصين، يمكنه دائما العثور على المنتجات المثالية لفواز في معرض كانتون. اليوم سيبحثون عن مورد مناسب للأكواب الورقية في الدورة 34 بعد 100 من معرض كانتون. سليمان أخي وصديقي منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا وأنا أعرفه. نعم، هذه عودة لنا إن شاء الله تكون قوية بإذن الله. وجدنا منتجات جديدة لم تصل إلى السوق السعودي، نحن نستهدف ذلك إن شاء الله. يعني الفترة القادمة القليلة القادمة سوف ننوع الأنشطة، يعني ليس فقط ما يخص الجوالات.